الحقيقة أنه المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي أشارت بجملة ربما أفزعت معظم الاقتصاديين في العالم، مسألة أنه هذه الفترة ستدفع الاقتصاد العالمي نحو الكساد وكساد أسوأ مما حدث في 2008. رأيك إيه بروفيسور؟ والله هي طبعا أنا سمعت الإدعاء ده هو من أكثر من جهة، يعني هو كله بيعتمد على الفترة الزمنية اللي هنقدر فيها نواجه هذا الفيروس الشنيع. هل فعلا احنا هنقدر نقضي عليه زي ما بعض الجهات بتقول، وخصوصا في أمريكا دلوقتي الوضع في أمريكا أصبح يبقى حرج. على فكرة ولاية تكساس امبارح أعلنوا إن في 1/3 مليون متقدم لـ unemployment، يعني طلبات عاطلين إعانة عن العمل، بطالة. 1/3 مليون. طبعا فاحنا بنتكلم دلوقتي ان الموضوع لو لم يتم انهاء وحسم هذا الفيروس على نهاية مايو او يونيو، او باكثر تقدير، ما ده اللي بسميه الجهل بالمجهول، يعني ما فيش حد حتى ولا الساينتفك كوميونتي يعني الميديكال استابليشمنت مش قادرين يحددوا امتى القضاء عليه. فاحنا لو بنتكلم ان زادت هذه المده الى الربع الثالث من السنه، فاحنا عندنا مصيبه كبيره جدا. يعني في ناس بتقول لك ان ممكن ان يستمر الوضع الى اكتوبر ونوفمبر، ده هيبقى فيه كساد عالمي لم يسبق له نظير. لكن انا احب ان انا طبعا لازم يبقى فيه سيناريوهات مختلفه، ولازم يبقى فيه contingency plans لكل سيناريو. فعندنا سيناريو ان احنا بنقول في اخر مايو، ده يعني that's the best scenario. السيناريو الثاني بيقول لك لا، ده ولا كمان end of July. السيناريو الثالث اللي بيقول لك اكتوبر نوفمبر، ده بقى يعني ده اللي اعتقد الاكزيكتيف دايركتور بتاع الاي ام اف بتقول لك حتى even if we recover من الميديكال، يعني لو يتم القضاء على الفيروس الايكونوميك ريكفري مش هيجي اوفر نايت. لا طبعا التصحيح الاقتصادي يعني مش هيبقى في يوم وليله كما يقال. في الكساد الاقتصادي اللي حصل سابقا في الولايات المتحده خدت تقريبا سنتين ان اليو اس ايكونومي ريكفرز باك. شكرا لحضرتك من واشنطن عبر سكايب بروفيسور صلاح حسن، استاذ التسويق العالمي والمدير الاكاديمي لبرنامج الدراسات العليا في التسويق والاداره الاستراتيجيه للعلامات التجاريه بجامعه جورج واشنطن.